انا بصور اصلا الفيديو ده متاخر وبصراحه كده عايزه انام جدا، بس حسيت ان هيحصل لي اختناق اذا نمت من غير ما اجرب الحركه دي. في فتره بتظهر لي اجانب ومصريين بيجربوها وانا كل ده متكاسله اجربها، وفي نفس الوقت بصراحه قلقانه شويه، بس خلاص حسيت ان انا لا بقى انا هجربها قبل ما انام، يعني هجربها قبل ما انام وزي ما تيجي. فقمت عملت لنفسي كوبايه الشاي المتينه وقلت اجربها معاكم عشان افوق شويه. انا هجيب رمش تمام هقصه، مش هعمله بقى ان هو كله واجربه احطه كله، لا هحط جزء الاخير منه. اوكي كمان الحقوني. الحقوني زي ما توقعت. وانا دي هتشل دلوقتي، جرب الناحية دي. فرصة اخيرة، هديها فرصة اخيرة وان انا اعمل الرمش كله تمام. فلو الرمش كله برضو ما نجحتش تبقى هي يا جماعة حاجة فاشلة جدا بجد، اتخنقت. هنجرب المرة دي تبقى كاملة جماعة، يعني ماشي ان شاء الله دي تنجح. عشان لا تقلقوا هننجح ان شاء الله. يعني عارفين يعني متخيلين عملت ايه في نفسي. هنجرب تاني اصل خلاص يعني كده كده عينينا اتبهدلت وردي جه فيها خلاص اللزق، ف مرة مرتين تلاتة أربعة خمسة ستة تاني مش هيفرقوا خلاص، أنا اوريدي باظت فاهمين. عندي شعور إن المرة دي إن شاء الله هتنجح. يا شيخة ازاي بصوا كده أصلا كأنها لازقة. عادي ويلا عشان تنامي. بعد فشل التجربة ها عايزاكم تقولولي كل واحدة فيكم تقولي يعني فكركم فشلت ليه، مش عارفة العيب في ايه بجد، يعني محتاجة تقولولي رأيكم فكركم العيب في ايه. طبعا يعني مش مسامحة نفسي على اللزق اللي هو كمان مش فوق، زي ما واخدين مثلا على رموش فوق، لا في رموش اللي تحت اللي هو يعني هنام هصحى عيني مش هتفتح.